من المتعارف عليه طرح أفلام في السينما العربية خلال الأعياد، الفنانة بشرى قررت وفريق عملها طرح فيلم جديد لكن على يوتيوب. فيلم تايتانيك النسخة العربية حقق نحو 2 مليون مشاهدة في يومين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي ساخر مستوحى من فيلم تايتانيك العالمي. نتابع جزءا من الفيلم. جلاليب، كنت بلبس أحسن جلاليب، كنت بشيئت من ريتش مان أونلي، بس فرضك رغم كل الحاجات دي برضك كنت حاسة ان في حاجة ناقصاني، حاسة اني مش مبسوطة، حاسة كده اني يعني متضايقة من زاوية. هي من زاوية، انا كنت من زاوية، فمش عارفة يعني تحس كده ان الواحدة من يا بنتي البسيها قلنا عايزة تهنسي. انت سمك مدخن؟ يا مدام سمك مدخن، حتى بصي ده حلوة قوي.